هل هذا هو المتكلم فيه؟ يقول لا، ويظهر أنه هو هذا أصلا، هو لا يعرف أصلا. إذن الشهادة تكون على أمر موقن أنت منه 100%. بماذا؟ بالرؤية، أن ترى فلان قال والله صلى العصر الشيخ عبد اللطيف، صحيح؟ كيف؟ رأيت فلان؟ قال نعم رأيت بعيني، أو بسمع. هذا في الصف الأخير الشيخ محمد قال سمعت صوت الشيخ عبد اللطيف يصلي صلاة العصر، هذا بسمع. أو استفاضة، إيش معنى استفاضة؟ يعني ينتشر الخبر، تقول والله مات الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أسأل الله أن تغمده برحمته، هذا إيش؟ استفاضة، مفهوم؟ أي نعم، استفيض عند الناس. وغير هذا الله أعلم أنه شهادة زور، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، من شهادة زور. كذلك أحيانا ترد شهادة بعض الناس كما ذكرنا في العدالة، وكما في شهادة الوالدين للولد أو الولد لأحد الوالدين أو أحد الزوجين للآخر، وكذلك العدو على عدوه، لأنه في الغالب أن بينهما شيء. نعم. ثم ذكر باب القسمة. الآن القاضي يقسم أحيانا أشياء، يقول أن القسمة إما أن تكون قسمة إجبار، يعني يجبر عليها شاء أم أبى، والثانية قسمة تراضي. طيب قسمة الإجبار هذا فيما لا ضرر عليه، فيه تخاصموا في كيس سكر، الكيس هذا به 20 طن، مفهوم؟ وهذا قال أنا شريك 50%، والثاني قال أنا شريك 50%، وهذا يقول أنا آخذ كل السكر أو كذا أو كذا. هنا قسمة إجبار، يعطي هذا النصف وهذا النصف، لأنه لا ضرر على أحدهما مع الآخر، ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة. مثليات أشياء متماثلة، لا فرق بين هذا السكر الأول أو الثاني إذا كانوا نوع واحد. الثاني هذا القسمة الأولى قسمة إجبار، يعني يجبر القاضي الخصوم على قبول هذه القسمة. الثاني لابد من تراضي كل الأطراف، وهذا فيه يعني قد يكون هذا فيه ضرر على البعض. مثال الآن، أنت تعرف أحيانا يموت إنسان وترك قطيع من الغنم 40 شاة، وترك 4 أولاد، 4 ذكور أبناء، لكل واحد 10 شاة، لكن تعرف أنه لابد أنه لا تتساوى 100%، صحيح؟ فيقول نحن نقسم قدر المستطاع وتتراضوا فيما بينكم، ولكل واحد 10 من الغنم، يصح؟ هذه قسمة تراضي، لأنه لابد أن يكون عند البعض زيادة وعند البعض الآخر شيء من النقص. لكن إذا لم يتفقوا في قسمة التراضي، طبعا في قسمة الإجبار لابد من القبول، إذا لم يتفقوا ماذا يصنع القاضي؟ يبيع الغنم وأدفع لهم أموال، وهنا قسمة إجبار الآن. نعم. طيب ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى بباب الإقرار، وناسب أن يختم هذا الكتاب بهذا الباب حتى يتفاءل به
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل الحسن، من كان آخر كلام لا إله إلا الله لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت. الإقرار هو الاعتراف، الاعتراف بماذا؟ بحق عليه، ويصح الإقرار بكل لفظ دل عليه. يعني الآن في شهادة أن لا إله إلا الله تقول أشهد أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارح، هذا أعظم إقرار، تقر لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفاته. وكما تثبت لله سبحانه وتعالى مع التوحيد الثلاثة، تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، ليس له شيء من خصائص الربوبية، ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. نعم. وبهذا الله أعلم ختم المؤلف رحمه الله تعالى، وختم هنا الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا يعني نصنع الآن في نهاية هذا الكتاب؟ نريد أخواننا بارك الله فيكم أننا بحاجة إلى الفقه في الدين، وأعظم فقه في الدين هو التوحيد، فنتدرج في دراسة الكتب، تأتي وتراجع هذا الكتاب ما أخذنا، ترجع إلى الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، تستمع إلى الأشرطة التي فيها شروحات الشيخ رحمه الله، تبدأ وتمشي على هذا، تكرر 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 حتى تضبط المسائل بإذن الله تعالى. وهذا والله أعلم أنه سهل يسير، يعني لا إشكال ولا تعقيد فيه. تبحث عمن يعينك على هذا، يعينك على العلم. هناك أناس والله ما أرادوا أن نتعلم ولا نعلم ولا نعمل أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن، تعلم القرآن وعلمه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، تحسن الظن في الله وتقول والله أن الله سبحانه وتعالى من نعمه التي لا تعد ولا تحصى اختارني أن أكون طالب علم، وعلى طريقة السلف، صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منهم، وتسير على هذه الطريقة، تحفظ تراجع تضبط، تأتي مع إخوانك وتتذاكر، أوقات كثيرة تضيع، حدد وقت دائما للعلم، لو في اليوم ساعة واحدة يا أخي، ساعة اجعلها لله، بعد الفجر، بعد المغرب، بعد العشاء مثلا، وقت للحفظ ووقت للدرس. ليس هناك علماء يقول عندنا، عندك ما شاء الله الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، الأشرطة الوسائل اليوم موجودة كثيرة الحمد لله، الفتوى لا تقرب منها أبدا ولا تتكلم بكلمة، تتعلم تستعين بالله العمل، تدعو إلى الله في الشيء الذي أنت موقن منه 100%، تشك 1% تسكت ولا تتكلم، تفتي لا تفتي. لو دخل الآن داخل إلينا وقال أين القبلة، هذا يقول لهم الله أعلم أنا لا أفتي، سبحان الله، هذا الواقع والله اليوم. طيب، وتجد هذا يكفر ويفسق وبدع، طيب هذه ليست فتوى؟ قال لا، هذه أكثر من الفتوى. هي طبعا. إذن إخواننا، الناس الآن بحاجة إلى دعوة، دعوة الناس للتوحيد. هل تشك في التوحيد؟
ما يمكن. إذا علموا الناس التوحيد أخوان. أما المسائل الطلاق وهذه المسائل نرجع فيها إلى كبار العلماء والحمد لله رب العالمين. فلا بد أن تكون حياتك لله. الشيخ بن باز رحمه الله يقول الحياة في سبيل الله، الحياة في سبيل الله أن تبقى حياتك كاملة 60 أو 70 أو 80 سنة لله أصعب وأشق من الموت في سبيل الله. قد تدخل مثلا في الجهاد 5 دقائق والحمد لله، ماك تبقى في هذه الحياة حافظ على الصلوات المفروض، الصيام، زكاة، وحج، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، الإحسان إلى الخلق، حسن العشرة زوجين، تربية الأولاد، وهذا هذا صعب. تستعين بالله سبحانه وتعالى، تكثر من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يا أخي أكثر من الاستغفار يفتح الله عليك. كل واحد منا يعلم أن الهجرة واجبة ولا بد أن نهاجر، هذا الكل يعلم هذا. البعض يعني يناقش قليل وكذا، لكن هو في قرارة نفسه يعرفها أن الهجرة واجبة على الكل، ومضرة الإقامة بين ظهراني الكفار. تهاجر اليوم؟ قال لا. غدا؟ لا. طيب من الآن اعتبر بقاءك في الدعوة إلى الله، ويصح البقاء للدعوة إلى الله بشرط أن تكون داعيا إلى الله والحمد لله. أما أن تقول والله أنا باقي في بلاد الكفر وداعية وأنت لا تعمل شيء، لا تتعلم ولا تعمل ولا تدعو ولا تصبر، إذن بقاك هنا فيه إثم. فمن اليوم نريد أخواننا أن نتغير. سبب إقامة هذه الدورات، ما تستطيع أنك في دورة كاملة تخرج عالم أو طالب علم، ما يمكن. هذه مفاتيح نريد أن تسير عليها وتعلم أن هذه الحياة، أنت هنا في هذه الحياة خلقت حتى تكون عابد. إذا اشتغلت في هذه الحياة بعبادة الله سعدت، فتعمل قدر المستطاع. أوقات الحمد لله عندنا يا إخواننا قد تكون داعية إلى الله بفعلك، وأنت تعرف هذا أكثر مني. الإشكال أن البعض في كل يوم يزداد، والبعض الآخر في كل يوم ينزل ينزل ينزل، حتى نسأل الله السلام العافية الهاوي. فلا بد أن تغير، تدعو، تصبر، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. إخواننا انشر التوحيد بالله، هل يعرض الدين الإسلامي على عاقل ويرده؟ والله ما يرد عاقل إلا متكبر معاند، نعم كما حصل من فرعون. نستطيع أن ندعو إلى الله بوسائل كثيرة، رسائل الجوال، رسائل الإنترنت، بعض المطويات الآن ما شاء الله بكثرة. راسل من كانوا معك في الدراسة، من يعني هم بقربك من المنازل وكذا، في محطات القطار تعرف أنه الغالب أن هؤلاء عندما يركض القطار أو الطائرة وكذا يريد أن يقرأ أي شيء. تعاون أخواننا مع أخوانكم في أبواب الخير قدر المستطاع. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة أفضل الأمم. بماذا؟
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى يعني نصيحة لأخواتنا، وهو ما ذكرنا من قبل، أن أعداء الإسلام أرادوا إفساد المرأة ولبسوا عليها بالحضارة والتقدم وما إلى ذلك، ونزع الحجاب، ترك الصلوات، وفعل المنكرات، واجتناب المأمورات. فإياك السماع لهؤلاء. من ينادي بالحرية في هذه الأيام هو في الحقيقة ينادي إلى عبودية الشيطان، الذي يقول لك أنا حر، أفعل ما أريد وما أشاء. هذا في الحقيقة عابد للشيطان. خلقت حتى تكون عابد لله، إذا فررت من هذه العبودية وقعت في عبودية الشيطان. فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. من قال لك أنك تفعل ما تشاء؟ خلقت حتى تكون عابد. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. كل واحد منا لا بد أن يسأل يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. سائلك الله يوم القيامة عن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هل أدى الأمانة؟ نعم. نصح الأمة؟ نعم. بلغ؟ نعم. جاهد في الله حق جهاده؟ لا بد أن تقول نعم. سائلك الله عن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعلمت؟ هل عملت؟ هل دعوت؟ لا بد أن تجيب عن هذا السؤال. ابن القيم رحمه الله يذكر أن العبد إذا يسر الله سبحانه وتعالى له أبواب الطاعة ولم يغتنمها، حال الله سبحانه وتعالى بينه وبين الطاعة، وما استطاع أن يغتنمها حياته كاملة. إذا فتح الله سبحانه وتعالى لك أبواب الطاعة، طلب العلم، الكتب، اتصال، الأشرطة، المساجد، الدورات، الاتصال بالعلماء، إذا فتح الله سبحانه وتعالى لك أبواب الطاعة ولم تغتنمها، قال حال الله سبحانه وتعالى بينك وبين الطاعة، وما تستطيع أن تغتنمها حياتك كاملة، لا تستطيع. ما الدليل؟ يقول كثير، أدلة كثيرة في القرآن، منها يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ذا لمن؟ للمؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لمن؟ لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تستجيب مباشرة، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم جاء التحذير، قال واعلموا، انتبه، أن الله يحول بين المرء وقلبه. احذر، تنفتح لك الرب الطاعة، اغتنمها مباشرة، إذا لم تغتنمها حال الله بينك وبينه، وما تستطيع أن تغتنم حياتك كاملة. ومثل بأمثلة ابن القيم، الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم وغفر لهم، تيسر لهؤلاء أسباب الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر 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 حتى ما استطاع الخروج. كذلك وقد كانوا يدعون إلى السجود، كانوا يدعون إلى السجود ولم يسجدوا، هل يستطيع أن يسجد؟ ما يستطيع. فإخواننا، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، ومنها الآن هذا الذي تراه، من أن التعلم سهل يسير جدا، وسائل سبحان الله عجيبة جدا،
فاقتنم يا أخي هذه الوسائل، علم الناس، واترك هذه الأمور التي تلهيك عن ذكر الله، واتساب. والمهم فقهاء ما شاء الله في هذه المسألة. إخوانا لا تدخل إلى القنوات إلى كذا إلا عند الضرورة. واعكف يا أخي على كتاب الله، قراءة وتدبر وعمل، ثم انتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حب الكتاب، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فعشنا على سنة المصطفى وعاشوا على دندنة دندنة. نعم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إخلاص واحذر، ولا تعد عيناك عنهم، انتبه لا تلتفت. تريد زينة الحياة الدنيا، بورش، فتن، متاع الدنيا، زائل، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع، أنت تسمع أنه بعض الناس تعال أقبل عندنا كذا وعندنا كذا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لا مجالس علم ولا قرآن ولا سنة ولا وعظ ولا علماء ولا غيره، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه كما كان في الفرق الضالة، نسأل الله السلامة والعافية. ظهر بعض من اعتزل مجالس أهل السنة، كانوا من معتزلة، واصل ابن عطاء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وماذا النتيجة؟ واتبع هواه كان أمره فرطا، ما استفاد شيء من هذه الدنيا. ومتى يعرف؟ إذا جاء الموت. إذا جاء الموت قال رب ارجعوه لعلي أعمل صالحا فيما تركت. سبحان الله، تيسرت لك أسباب الطاعة، الآن تنتظر حتى تموت؟ ثم هذا الذي كان عليه من الجاهلية. يقعد بكل شراب، يصدون الناس عن الدين، عن السنة، عما كان عليه السلف. نعم. فأخواننا يعني هذه الأمة تحتاج إلى رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، فلا بد أن نكون رجال. يوم من الأيام، يوم من الأيام تكون أنتم من يشار إليهم بالبناء. من يعلم أولادي؟ من؟ أنتم. الآن مثلا انظر الأجيال، ابن تيمية علم ابن القيم، ابن القيم علم كذا، محمد بن إبراهيم رحم الله الجميع علم الشيخ ابن باز، ابن باز علم الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. هاك سلف يسيروا على هذه الطريقة يتعلموا. أما لو تنظر في العصر الحاضر ترك للعلم، إلا من هداه الله سبحانه وتعالى، ترك للعلم، ترك لكذا. البعض يقول أول مرة في حياتي أسمع باب اللقظة وباب كذا. قال اسمع، لم أسمع شيء إلا فقه الصلاة،
فقط، هذا الذي سمعته. وحتى فقه الصلاة سمعت شيء من كم؟ يا أخي أنت مسلم، لا بد أن تعرف هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لا تعرف شيء عن الدين؟ مر معنا في نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله بالكلية، لا تعلم ولا يعمل. وأنت تعلم أن الكفار أرادوا أن نصل إلى هذا المقام، تكون مسلم لا تعرف عن الإسلام شيء إلا أن يقول أنه ميم سين لام ميم، حتى لا أعرف ما هو الإسلام. تسأل من نبي هذه الأمة لا يدري، فبالك لو تسأل عن الصلاة أو عن الصيام أو الحج، لكن تسأل عن كأس العالم، عن كذا عن كذا عن كذا، يعرف. فأراد أن نصل إلى هذا، طيب لماذا أخواننا ما نرجع إلى الله ونقول يا رب تبنا إليك، يا رب يسر لنا، اللهم اهدني وسددني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.